أهلا بكم مشاهدينا، بداية حلقتنا من الملف العراقي وما كشفته الحدث نت بالوثائق والتفاصيل حول كيفية استغلال إيران للعراق وتحديدا في مجال النفط. 9 سنوات من التهريب والتلاعب بالعقود النفطية الحكومية وبكميات تصدير المنتجات النفطية، خسر العراق خلالها مليارات الدولارات، وحرمت إيران البلاد من إيراداتها بموجب اتفاقيات مقننة وعقود رسمية بين شركات عراقية وأطراف سياسية مقربة من طهران أمنت الغطاء السياسي لمثل هذه العمليات. هذا وحصلت الحدث نت على مستندات رسمية تكشف تورط 3 شركات عراقية لنقل النفط تعود لعائلة واحدة مملوكة لمجموعة من الإخوة بمخالفة تنفيذ العقود الحكومية واحتكار عقود بيع المنتجات النفطية، وذلك باعتراف من هيئة النزاهة الاتحادية مديرية تحقيق بغداد في 8 سبتمبر الماضي. وقبل الدخول بالتفاصيل مشاهدينا، دعونا نعرض لكم هذه الوثائق. ووقوفا مشاهدينا على كل المعلومات التي تحصلنا عليها حول هذا الملف، تنضم إلينا في الاستوديو الصحفية في العربية نت الزميلة هاجر كنيعو. مرحبا بك معنا هاجر في حدث اليوم، وليست المرة الأولى التي يتم التحدث فيها عن ملفات فساد تربط شركات ونافذين في العراق بطهران. ما هي الوثائق الأخيرة المسربة والمتعلقة بالتورط أيضا في نقل النفط الإيراني عبر الشركات العراقية؟ نعم تصبيح، بالفعل يمكن القول بأن إيران قد نجحت في تأسيس أرضية واسعة لها في العراق للتحايل على العقوبات الأمريكية، ودخلت من الباب العريض باب العقود النفطية الحكومية. كيف؟ عبر التلاعب بالعقود الرسمية وباتفاقيات مقننة بين شركات عراقية ناقلة للنفط وبين أطراف سياسية محسوبة على إيران. بالتالي تتبعنا هذا الموضوع وقد وصلنا إلى مستندات رسمية من جهات حكومية تؤكد تورط شركات عراقية في هذا الموضوع في عمليات التهريب لصالح إيران. من هذه الشركات شركة قيوان، وهي شركة ناقلة للنفط، شركة عراقية. مستند رسمي حصلنا عليه من جهاز مكافحة الإرهاب قد بين ووثق القيام هذه الشركة بالتلاعب بالعقود النفطية وبالتهريب في مصفات بزيان في السليمانية، حيث يتم خلط النفط العراقي مع النفط الإيراني ومن ثم تصديره إلى الأسواق الخارجية. المعادلة أصبحت كالتالي تسابيح: 10% نفط عراقي يصدر و90% نفط إيراني، وهذا ما حرم العراق من مليارات الدولار وبالتالي انعكس فقرا على شعبه. واليوم الواقع الاقتصادي في الداخل العراقي منهار متداعي تماما، هل هذه الوثائق
تشير إلى ربما رغبة بعض الفصائل الموالية لإيران بإنعاش الاقتصاد الإيراني عوضا عن الداخل العراقي هناك؟ بطبيعة الحال تسابيح، الموضوع بأنه لا يمكن السيطرة على هذا التلاعب الذي يحدث في العقود النفطية. لماذا؟ لأن شركة كيوان قد أوقفت عن العمل سابقا وأدرجت على اللائحة السوداء، وكانت المفاجأة الكبرى في العام 2017 عندما أطلق اليد لهذه الشركة للعمل من جديد، وظهرت شركات واجهة لها احتكرت بيع المنتجات النفطية في المناقصات التي تعرضها شركة تسويق النفط العراقية سومو لبيع المنتجات النفطية الفائضة في المصافي. بالتالي هذا الموضوع حدث تحديدا في حكومة عادل عبد المهدي، وأنا ذاك كان وزير النفط العراقي ثامر غضبان، بالتالي أعيدت إلى العمل من جديد. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، ظهرت أيضا كما قلت شركات واجهة، وهي أرض المشكات وشعاع الطاقة، هي شركات واجهة لهذه شركة قوان تحديدا، وهذا ظهر بهيئة النزاهة كما ذكرت سابقا دائرة التحقيقات في بغداد، بينت بأنه هناك تلاعب وهناك احتكار، وهذا يخالف عقود النفط الحكومية، واستمر العمل دون أي شيء يذكر. لماذا؟ هناك جهات تستفيد بطبيعة الحال، والجميع يعلم بأنه هناك فصائل موالية لإيران تسيطر على بعض فصائل الدولة العراقية، بالتالي هناك مصالح لا يمكن توقيفها وأمور لا يمكن ضبطها. لكن قيوان تحديدا من الشركات المتورطة في كل ما يتعلق بالنفط، توزيع النفط، تصدير منتجات النفط عبر الطرق الملتوية، ويبدو أنها عبر واجهات شركات أخرى كما ذكرت قبل قليل ما زالت مستمرة حتى اللحظة. نعم، هو فرض عليها إنذار في العام 2019 من وزارة النفط العراقية للتلاعب بالكميات المصدرة ومخالفة للمواصفات التسويقية العراقية، وأيضا فرض عليها غرامات مالية في 2019، ومع هذا مع كل ذلك لم يتغير شيئا، بل أكثر من ذلك هناك تناقض فعليا تسابيح على أرض الواقع ما بين الأفعال والأقوال. طلع أيضا اعتراض من لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي مؤخرا في مايو 2020، وقال بأنه هناك مخالفات واضحة في عقود بيع النفط الأسود أو فيول أويل، وقد نبه لهذا الموضوع تحديدا. أكثر من ذلك لجنة الطاقة والنيابة في لجنة الطاقة والنفط في مجلس النواب العراقي في يونيو حذرت من نفس الموضوع وقالت هناك تلاعب، وأيضا اعترضت على العقد الموقع مع هذه الشركة لتجهيز النفط الخام في المصافي الاستثمارية، وقالت أن هذا العقد هو يحقق للعراق العراق خسائر كبيرة بالمليارات، ومع ذلك لم يتوقف شيئا، بالعكس جدد العقد معها مؤخرا وبتوقيع من وزير النفط العراقي الحالي. بالتالي هناك علامات استفهام تطرح. من يقف خلف قيوان من الفصائل اليوم هناك في العراق؟ هناك فصائل موالية لإيران تدعم هذه الشركة، هي مالكة يملكها سعد الطيب، وأيضا أرض المشكات، وأيضا كما قلنا شعاع الطاقة. هناك علامات استفهام كبيرة في هذا المجال. قد يكون اليوم الخطوة التي قامت وزارة النفط العراقية بها اليوم، يوم تحديدا أعلنت بأنه هناك مبادرة لتأسيس شركة لإدارة الإنتاج وتصدير النفط في إقليم كردستان العراق، قد يكون بادرة حل أو بادرة خطوة إيجابية في هذا المجال لضبط عمليات الاحتكار التي تحدث في العراق. وكل ذلك يصب في النهاية تسابيح بأنه ما ذكر في الأيام الخمسة الماضية عندما قيل بأنه إيران قد زادت الكميات المصدرة لنفطها على خلاف العقوبات الأمريكية وفي تحدي صارم للعقوبات الأمريكية، بأنها بدأت تصدر أكثر من مليون برميل يوميا بطريقة غير شرعية. هو أكبر دليل بأنه اليوم العراق هو المنفذ الكبير لها، والشركات الواجهة التابعة لها تخدمها في هذا الإطار. شكرا لك هاجر كنيعو على كل هذه نبدأ هذه الساعة أيضا مشاهدين من العراق وما كشفته الحدث نت بالوثائق والتفاصيل حول كيفية استغلال إيران للعراق وتحديدا في مجال النفط، حيث خسر العراق خلالها مليارات الدولارات، وحرمت إيران البلاد من إيراداتها بموجب اتفاقيات مقننة وعقود رسمية بين شركات عراقية وأطراف سياسية مقربة من طهران أمنت الغطاء السياسي لمثل هذه العمليات
ودعونا نعرض بعضا من هذه الوثائق قبل شرحها تفصيلا. إذن مشاهدينا، سنوات من التهريب والتلاعب بالعقود النفطية الحكومية وبكميات تصدير المنتجات النفطية أدت إلى خسارة العراق لمليارات الدولارات. الحدث كشفت عن وثائق تبين تورط 3 شركات عراقية لنقل النفط تعود لعائلة واحدة، وهي شركة قوان وشعاع طاقة وشركة أرض المشكاة لتهريب النفط الإيراني. ففي عام 2011 كشف جهاز المخابرات العراقي تورط شركة قيوان منذ العام 2011 بتهريب النفط الخام ومشتقاته بواسطة الصهاريج وعبر منطقة قادر كرم في إقليم كردستان العراق إلى إيران من خلال التلاعب بالأوراق الرسمية لحمولتها. جهاز المخابرات كشف أيضا أن عمليات التهريب تتم عبر منفذي باشماع وبرويز خان إلى مينائي بندر إمام وبندر عباس في إيران باستخدام صهاريج أهلية، حيث تشير المعلومات إلى أن شركة قيوان تقوم بخلط كميات النفط الإيراني المهرب مع النفط العراقي ثم تصدر إلى الخارج عن طريق شركة قيوان وشركات واجهة لها بغطاء عملها كشركة عراقية وبعقود رسمية. في عام 2012 صدر قرار من وزارة النفط العراقية بوقف التعامل مع شركة قيوان بسبب المخالفات التي كانت تقوم بها، إلا أن مستندا وصف بسري صادر عن وزارة النفط العراقية بيّن أن الشركة لم تتوقف عن تقديم نشاطاتها. وفي عام 2017 عادت الشركة للعمل بشكل رسمي في عهد حكومة عادل عبد المهدي ووزير النفط السابق تامر غضبان، على الرغم من المخالفات التي قامت بها الشركة طيلة سنوات. في عام 2019 أرسلت وزارة النفط العراقية كتابا تنذر فيه شركة قيوان بتجاوز الكميات المصدرة من حيث الغاز وتحثها على وقف التلاعب بالكميات. كما أظهر مستند آخر فرض وزارة النفط غرامات مالية قدرت ب 33 مليون دولار على شركة قيوان في مارس 2019، وذلك لتلاعبها في المواصفات التسويقية النفطية. كما كشف مكتب المفتش العام في وزارة النفط استخدام شركات كواجهة لشركة قيوان، وهما شركتا شعاع الطاقة وشركة أرض المشكاة، لتستحوذ على جميع عقود شركة تسويق النفط سومو. وفي عام 2020 استدعت هيئة النزاهة الاتحادية الشركات الثلاث لتحقيق في موضوع التلاعب في بيع العقود النفطية إلى شعاع الطاقة، أرض المشكاة وقيوان من مستودعات حديثة وكركوك عبر شركة سومو.
إذا مشاهدينا دعونا ننتقل بكل هذه النقاط تحليلا إلى ضيفنا من بغداد رئيس الكتلة النيابية للائتلاف الوطني وعضو لجنة النزاهة النائب كاظم الشمري. مرحبا بك معنا سيد كاظم إلى حلقة اليوم من حدث اليوم. بداية، كيف تنظر إلى هذه الوثائق المسربة؟ نعم، ليست هي المرة الأولى التي تسرب فيها وثائق لها علاقة بملفات الفساد في العراق، ولكن الآن الأمر يتعلق باستمرار نشاطات بعض الشركات واستخدام العراق كمنفذ ومعبر لبيع النفط الإيراني في توقيت تمارس فيه الإرادة الدولية ضغوطا قصوى على طهران. نعم، تحية لك وللمشاهد الكريم. أهلا بك. الحديث عن ملف الطاقة والفساد في هذا الملف حديث قد يطول، لأنه ملف الطاقة حقيقة يخوض فيه مافيات داخلية ومافيات دولية وجهات سياسية وجهات حزبية، وحقيقة ملف معقد وملف فيه الكثير من الإشكالات. وفيما لو فتح هذا الملف، ملف الفساد، ملف الطاقة والفساد فيه، أنا أعتقد أنه هناك رؤوس كبيرة وجهات سياسية مهمة وخطيرة قد يطاح بها. لذلك يعني احنا على هذه المدة القليلة اللي الآن معاكم راح نتحدث بشيء من الإيجاز المفيد حقيقة فيما يتعلق بشركة قيوان ونشاطها في مجال النفط والغاز. معروف هذا النشاط، وحتى هذا النشاط المريب حقيقة. ونحن في لجنة النزاهة النيابية هناك لجنة مشكلة خصيصا لمتابعة ومراقبة وتقصي الحقائق في نشاط هذه الشركة، ولجنة تجري تحقيقا موسعا حقيقة، وخصوصا فيما يتعلق بحقول حديثة وكركوك، والتي هذه العقود التي قيل عنها الكثير، حيث أن هذه الشركات الثلاث كلها هي تعود لشخص واحد، وتم إحالة عقود النفط في حديثة وكركوك لهذه الشركات الثلاث رغم أنها تعود لشخص واحد، وهذا طبعا خلاف تنفيذ العقود الحكومية الذي يفتح المجال للتنافس أمام الشركات جميعا، ولا يجوز إحالة الأعمال إلى جهة واحدة فقط. حقيقة الحديث عن هذا الملف والنشاط الذي تقوم فيه حقيقة الآن يقودنا إلى أيضا إلى الحديث عن ملف فساد خطير وكبير في يتعلق بمستقبل الأجيال القادمة ومستقبل الطاقة، ويعني في مجالي النفط والغاز أيضا. يعني هناك يعني حقيقة إشارة لابد منها، وهي أنه جولة التراخيص الخامسة التي أحيلت أو أعلنت عام 2018، هذه الجولة تتعلق بحقول الغاز المصاحب، وهي حقول حدودية مع إيران في مناطق العمارة ومناطق ديالى، وهذه المناطق كما معروف عنها مناطق من المناطق الفقيرة والتي شهدت تظاهرات كبيرة. هذه العقود حقيقة استكملت كل إجراءاتها، لكن منذ عام 2018 لحد هذا اليوم هناك جهات تؤثر على وزارة النفط، تؤثر على الجهات المعنية في عدم المضي بتوقيع عقود استغلال الغاز أو استخراج الغاز المصاحب في هذه الحقول. من هي هذه الجهات؟ هذا يعرض العراق. يعني هذه الجهات حقيقة يعني جهات داخلية، يعني لا يهمها سوى أن تأتمر بأمر يعني للأسف يعني جهات أخرى ليس من مصلحتها أن يستغل العراق الغاز الذي يحترق منذ مئات السنين.
يعني ما معقول اليوم أنه إحنا عندنا حقول مشتركة مع الكويت، مع السعودية، مع إيران، العراق لا يستغل هذه الحقول. يعني ليس من المستغرب، ليس من المعقول حقيقة، ولمصلحة من يتم منع استغلال هذه الحقول، وخصوصا حقول الغاز المصاحب أو جولة التراخيص الخامسة التي أحيلت وأعلنت عام 2018، وتم التوقيع مع شركتين، واحدة صينية والأخرى عربية، ولحد هذه اللحظة برغم مرور سنتين ونص لم يتم المصادقة على هذه العقود، وكل هذا لمصلحة جهات أخرى يعني لا تريد الخير للعراق. والحقيقة هذا الملف يجب أن يحظى باهتمام خاص، سواء من لجنتنا، لجنة النزاهة النيابية، ومن هيئة النزاهة، وأيضا من الأخ دولة رئيس الوزراء الذي شكل لجنة لمكافحة الفساد. هذه اللجنة يجب أن تهتم أو تولي ملف الطاقة والغاز اهتمام خاص، لأنه الفساد في هذا الملف حقيقة أصبح يسكب الأنوف ولا يطاق، وهو يتعلق بمستقبل الأجيال العراقية ومستقبل الثروة العراقية. ما يتعلق الآن بملف النفط والطاقة يفتح قوس كبير للتساؤلات، ليس فقط عن استغلال إيران للعراق لتمرير وبيع نفطها، ما يتعلق أيضا بالتجارة الحدودية، التهريب للمنتجات الإيرانية، بيعها في السوق المحلية على حساب المنتجات المحلية كذلك. هل هذا يعني أن إيران والفصائل الموالية لإيران تولي ربما أهمية كبرى لإنعاش اقتصادها المأزوم والمحاصر، عوضا عن ربما حتى الاكتراث بما يحدث في العراق وللعراقيين؟ يعني مسألة الحدود وتهريب البضائع إلى العراق يعني حقيقة مو بس من جهة إيران، وإنما من جهة تركيا، من جهة الدول الأخرى، السعودية أيضا، لكن التهريب بشكل أكثر هو من جهة تركيا وإيران. والحقيقة هذا التهريب أثر بشكل كبير على المنتج العراقي، سواء كان زراعي صناعي، والآن نشوف الصناعة والزراعة العراقية رغم إنتاجيتها ورغم أنه العراق يعني اكتفى ذاتيا هذا العام من كثير من المنتجات الزراعية، إلا أنه لا تزال الحدود مفتوحة أمام التهريب وأمام إغراق السوق العراقية بالمنتجات الزراعية والمنتجات الصناعية اللي قتلت حقيقة الصناعة العراقية للأسف الشديد. اليوم الحديث عن ملفات الفساد بحسب المراقبين للمشهد العراقي لا ينفصل عن الحديث عن الابتزاز السياسي أو ما يحدث حتى قبل كل انتخابات نيابية. الآن نحن على أعتاب انتخابات نيابية قادمة، وموازاة لذلك تتحرك ملفات الفساد. من هو الطرف الآخر الذي يحرك هذه الملفات الآن في هذا التوقيت؟ تتحدث عن قضايا قبل قليل هي منذ عام 2016، قبل سنوات، لماذا الآن فقط تتحرك؟ يعني معروف في كل انتخابات، عندنا مثال الانتخابات الأمريكية، الرئيس الأمريكي ترامب قبل 3 أيام 4 أيام رفع السرية عن البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون، يعني المنافسة السابقة لترامب، ويعني هذا كله في مجال التسابق الانتخابي ومجال إيجاد الثغرات على المنافس. وفي العراق من الطبيعي أنه يتم استغلال أو يعني استثمار الأوراق الفساد وأوراق يعني ما يتعلق بالفساد و يعني التعامل مع جهات أخرى كورقة ضاغطة في الانتخابات. يعني حقيقة لا توجد جهة معينة يعني تستخدم هذا الورقة دون غيرها، يكاد 90% من الأحزاب السياسية تستخدم هذه الأوراق للإطاحة بمنافسيها، سواء في المحافظات أو في بمنافسيها على مستوى العراق بشكل عام.
يعني الانتخابات فيها للأسف الأشياء الكثيرة التي قد الإنسان يحجم عن التصرف إزائها في الوضع الطبيعي. وهنا نسأل الانتخابات يعني هذه مفتوحة. ورغم ذلك يبقى السؤال، كم خسر العراق حتى اللحظة نتيجة التلاعب بالعقود، التلاعب حتى بملفات الفساد، وأنها لا تستخدم إلا في لحظات الابتزاز السياسي وليس لمصلحة العراق والعراقيين؟ يعني انقطع صوتك في منتصف السؤال، لكن فهمت انه يعني العراق كم خسر نتيجة الابتزاز السياسي او ما شابه. يعني نعم، العراق حقيقة خسر الكثير، سواء من باب الفساد الذي يعني نخر جسد الدولة العراقية، أو من جهة الابتزاز السياسي وجهة يعني التأثير الدول الأخرى على الاقتصاد العراقي كي تنعش اقتصادها وتطور اقتصادها. العراق يجب أن يفكر بوضعه الداخلي. السياسيين العراقيين، الأحزاب السياسية على مختلف يعني توجهاتها السياسية، عليها أن تفكر بمصلحة العراق أولا، وعليها أن تفكر بمصلحة المواطن العراقي أولا، وعليها أن تفكر بمستقبل العراق أولا. يعني مثلا إيران محاصرة منذ عام 79 لحد الآن، لكن نشوف أنه تعمل وتسعى ليل نهار على إدامة وضعها وتقوية وضعها على حساب العراق، على حساب أي دولة أخرى. هذا هو هم يعني بلدهم ومحقين فيه. وتركيا كذلك، الجارة تركيا. وأيضا فالعراق عليه أن يفكر، سياسي العراق والأحزاب السياسية عليها أن تفكر بالعراق أولا وأخيرا، وأن تنأى بنفسها عن أي أزمات خارجية تمر بها دول الجوار، وأن تأتمر بأمر الوضع الدولة العراقية والحكومة العراقية. من بغداد، رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية وعضو لجنة النزاهة النائب كاظم الشمري، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات.